للكابتن محمود الخطيب في رحلته العلاجية إن شاء الله يرجع معافى إن شاء الله بإذن الله لبيته النادي الأهلي. كل الناس بصراحة يعني كل الجماهير أهلوية زملكاوية أيا كانت انتماءاتها إيه بيقولوا يعني إن شاء الله الكابتن محمود الخطيب يرجع بالسلامة، وكله طبعا عارف قيمة وقدر الكابتن محمود الخطيب الكبيرة جدا في قلوب الجماهير المصرية والعربية بصفة عامة والقلوب الأهلوية بصفة خاصة. عايز أقول لكم أخبار أطمنكم على الفريق